مكالمة معالي رئيس المكتب التنفيذي. فلتفضل. مدين وعلى آله وصحبه وسلم. معالي الأمين العام جامعة الدول العربية السيد نبيل العربي، معالي رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد بنوني وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية، أصحاب المعالي وزراء الإعلام العرب، سعادة نائب الأمين العام، سعادة الأمين العام المساعد للشؤون الإعلامية السفيرة هيفاء أبو غزالة، أصحاب المعالي والسعادة، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في البداية أتمنى لمعالي رئيس الدورة الحالية الدكتور محمد بنوني وزير الإعلام بالمملكة الأردنية الهاشمية التوفيق والنجاح بعون الله تعالى، وأشكر معالي وزير الإعلام في الجمهورية الأمينية على ما قدمه من جهود معروفة. الإخوة والأخوات، يقول الله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وانطلاقا من هذه الآية الكريمة وبدءا بها، نتخذ سبل التعاون بيننا منهجا لبناء أوطاننا والعمل على استقرارها والمساهمة في نهوضها وتقدمها. ونحن نعد التحديات التي يمر بها الوطن العربي في ظل المتغيرات التي طرأت على خارطتها السياسية خلال الأعوام الماضية، ثم على منظومته الإعلامية الجديدة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وما تلعبه هذه الوسائل من تأثير على الحراك السياسي والثقافي والفكري والاجتماعي، خاصة بين فئات الشباب العربي والذي يمثل الشريحة الكبرى من المواطنين العرب، وهم يدعون إلى أن نعمل من أجل طموحاتهم ومستقبلهم، حيث أصبحت هذه الوسائل أولوية لدى المتلقي العربي وما تضمنه من رؤى مختلفة تجاه القضايا العربية المختلفة، ومنها القضية الأساس فلسطين وما يتعرض له من نكبات جراء الاحتلال الإسرائيلي. لذلك لا بد لأجهزة الإعلام أن تركز على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من اعتداءات مستمرة تفضح هذا العدوان الإسرائيلي المستمر. أصحاب المعالي، السيدات والسادة، لقد عقدنا في المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب خلال اليومين الماضيين حوارات شفافة وبناءة لمناقشة جدول الأعمال الذي تضمن كثيرا من المحاور الفكرية والإعلامية والفنية. وإنني إذ أشكر لأصحاب المعالي الوزراء أعضاء المكتب التنفيذي ومن ناب عنهم حواراتهم الحضارية والتي اتسمت بالوعي والإدراك لمقتضى الحال العربي وما تمر به الأمة من متغيرات، حيث خرج المجلس التنفيذي بعدد من التوصيات نضعها بين يدي مجلسكم الموقر لاتخاذ قرارات تخدم الإعلام العربي ومستقبله بعون الله. السيدات والسادة، من أهم المحاور التي ناقشها المكتب التنفيذي لوزراء الإعلام العرب محور ميثاق الشرف الإعلامي والاستراتيجية الإعلامية العربية، والمحور الفكري متمثل في أهمية وضع تشريعات للبث الفضائي المرئي والمسموع وفق رؤية عربية متكاملة. ثم كان المحور الأهم والأبرز المتمثل في الاستراتيجية الإعلامية العربية المشتركة لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وهي الظاهرة الأكثر أهمية وخطورة على مستقبل الأمة العربية. ولعلني أجدها فرصة سانحة لأتحدث عن تجربة المملكة العربية السعودية في هذا الشأن، حيث عانت كثيرا في الفترات الماضية من هذه الصائبة السلبية على مجتمعنا، وقامت حكومة المملكة العربية السعودية بقيادة خاتم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه بخطوات إجرائية صارمة لاجتثاث بؤر التطرف والإرهاب وتجفيف منابعه. ومن ذلك على سبيل المثال، عقد المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب في شهر فبراير من عام 2005 للميلاد، وصدر عنه إعلان رياض الذي اقترحت فيه المملكة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب والتصدي له واختلاع جذوره. ثم جاء تبرع خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بمبلغ 100 مليون دولار لدعم المركز الدولي التابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ليؤكد وقوف المملكة العربية السعودية مع كافة دول العالم لنبذ العنف والإرهاب. هذه خطوات واضحة المعالم بذاتها المملكة العربية السعودية على المستوى الدولي لمكافحة الإرهاب. ولعل من أهم ما يجب أن نقوم به في وسائل الإعلام هو تعلم لغة الحوار وليس التصادم، ولغة العقل بعواطف إيجابية
وليس بعواطف جياشة غير مسؤولة، عبر وسائل الإعلامية التقليدية المختلفة وفي وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي. ولقد أدرك خادم الحرمين الشريفين حفظه الله أهمية الحوار بين الشعوب، فكان نداء مكة المكرمة في شهر يونيو 2008 للميلاد، والذي أكد على أن الحوار هو من أهم النوافذ التي يطل من خلالها المسلمون والإنسان على العالم. ثم إعلان مدريد في شهر يوليو عام 2008 للميلاد، والذي أكد على أن الحوار هو السبيل الأمثل للتفاهم والتعاون المتبادل في العلاقات الإنسانية والتعايش السلمي بين الأمم. ثم كان حوار الثقافات والحضارات في الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر نوفمبر من عام 2008 للميلاد، والذي أكد فيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بأن الإرهاب والإجرام أعداء الله وأعداء كل دين وحضارة وثقافة، وما كان الأصل لولا غياب التسامح. ثم جاء إطلاق مركز الملك عبد الله العالمي للحوار بين أتباع الديانات والثقافات بالتعاون مع الحكومة النمساوية في شهر نوفمبر من عام 2012 للميلاد، حيث يهدف إنشاء المركز إلى مد الجسور بين الحضارات الإنسانية والبحث عن حلول للصراعات بتعزيز قيم التعاون بين الجماعات المختلفة. أصحاب المعالي، سيدات والسادة، من هذا المقام الكريم، من هذا المنبر العظيم، أدعو كافة المسؤولين عن الإعلام العربي بقطاعيه العام والخاص أن يتبنوا ميثاق الشرف الأخلاقي والوطني والقيمي المنطلق من ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الأصيلة، قبل أن يتبنوا ميثاق الشرف الإعلامي الذي عمل عليه خبراء الإعلام والأمانة العامة للجامعة العربية والمكتب التنفيذي لوزارة الإعلام العرب، والذي نأمل أن يقره مجلسكم الموقر. فالكلمة أمانة في أعناقنا، وعلينا أن نعمل من أجل أن تكون الكلمة أداة بناء وليس نعمل هدم، من أجل الوصول إلى صيغة مشتركة نبني من خلالها أوطاننا وتأمين مستقبل شبابنا. صاحب المعالي الأمين العام، أصحاب المعالي، صاحب المعالي رئيس المجلس، أصحاب المعالي والسعادة، أختم كلمتي هذه بالشكر الجزيل لمعالي الأمين العام للجامعة العربية وكافة منسوبيها على حفاوته والاستقبال، كما أشكر معالي وزيرة الإعلام في جمهورية مصر العربية على حفاوتها وتعاونها معنا جميعا، كما أتقدم في البدء والمنتهى بالشكر الجزيل لأصحاب المعالي في المكتب التنفيذي وسعادة الأمين العام المساعد السفير هيفاء أبو غزال وسعادة الأستاذ ياسر عبد المنعم وجميع معاونيه في الأمانة العامة للجامعة العربية على تعاونهم بالخروج بهذه التوصية. وفق الله الجميع لما فيه صالح الأمة ومستقبلها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.